السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدنا من جديد لنلتقي في التعليم عن بعد. درسنا لليوم هو أو مراجعة اليوم هي الجمع بدون احتفاظ. الجمع بدون احتفاظ، تابعوا معي. لدى منى مجموعة من الكريات ولدى عبد المعز كذلك، ولكن ممثلة بالقطع والأعمدة كما تلاحظون. أرادت منى وعبد المعز معرفة منى لديها عمود اثنان، ونحن نعلم أن في كل عمود 10 قطع. إذن العمود الأول 10 والعمود الثاني 10، إذن 20. وكم قطعة لديها؟ قطعة واحدة. إذن لدى منى 21 كرية، وعبد المعز لديه عمود 1 2 3. عمود الأول 10، الثاني 10، الثالث 10، إذن 30. وكم لديه من قطعة؟ 1 2 3 4 5 6 7، لديه 7 قطع. إذن عبد المعز يملك 37 كرية. إذن تملك منى 21 كرية، وعبد المعز يملك 37 كرية. بعد معرفة ما تملك منى وما يملك عبد المعز، سنقوم بعملية الجمع. ولكن أولا يجب معرفة ما معنى الجمع. ما معنى الجمع وكيف يتم هذا الجمع؟ حسنا، تابعوا معي. للقيام بأي عملية حسابية، جمعية كانت أم طرحية، يجب وضع رقم العشرات تحت رقم العشرات ورقم الآحاد تحت رقم الآحاد. تابعوا معي طريقة. لدينا العدد 21 زائد 37. تابعوا معي جيدا. رقم الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، ولكن أولا سنبدأ بجهة الوحدات. لدينا 1 زائد 7 كم يساوي؟ يساوي 8. نمر إلى جهة العشرات، 2 زائد 3 كم يساوي؟ يساوي 5. إذن مجموع كريات منى وعبد المعز هو 58 كرية. 58 كرية، هكذا يتم حساب الجمع. والآن سأترككم مع تمرين بسيط، أرجو حله وإرساله لي عبر المنصة لكي أصحح لكم. ولكن تلاميذي، أنا لا أرى تفاعل هذه الأيام إلا من بعض التلاميذ مثل صفاء وآية وآلاء. أرجو منكم التفاعل، لم يبقى الكثير على الدخول المدرسي. مع السلامة.